على هذه المداخلة القائمة والهامة جدا. طبعا كابتن سمير كمونة نجم دفاع النادي الأهلي السابق، واتكلم بشكل مستفيض عن مباراة الأهلي المقبلة والسابقة كمان. في هذه اللحظات زي ما انتم شايفين كده بعض اللقطات لاستقبال الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لبعثة الترجي التونسي، واللي بيترأسها طبعا رئيس النادي، ولقطات مهمة جدا ودور جيد جدا جدا في دايما توطيد العلاقات ما بين الأهلي عفوا ما بين الأهلي وبعض الأندية التونسية أو الأندية الأفريقية بشكل عام، وما بالك كمان لما يكون نادي كبير بحجم نادي الترجي التونسي. احنا بنحاول نعيش حضراتكم في الأجواء لحظة بلحظة، وده أمر مهم جدا خلال تغطيتنا الخاصة لوصول بعثة فريق الترجي التونسي استعدادا لمباراة يوم السبت أمام النادي الأهلي، مباراة الإياب تحديدا في دور نصف النهائي. اللي الواحد ملاحظه شوية على اللقطات دي التركيز الكبير جدا جدا عند فريق الترجي التونسي، ده يدل على أو تأكيد على إن هم عندهم أمال موجودة بكل تأكيد، لأن نتيجة المباراة الأولى هي نتيجة غير حاسمة بالمرة. تيجي تشوف حمدي النقاس، تشوف بعض النجوم